فإليك الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة الغناء. قال الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. سئل ابن مسعود رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بالقرآن فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. قالها ابن مسعود أكثر الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعالم من علماء القرآن. قال عبد الله بن عمر: هو والله الغناء. وكذا قال الحسن البصري وغيره من العلماء. قال الله أيضا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية، أسمدي لنا يعني غني لنا. وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. أما من قول نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، اسمع، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. تأملت في قوله يستحلون، يعني أنها حرام فيجعلونها حلالا اتباعا للأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.